حلو، اوكي يسعد مساكم المرة الثالثة. المهم وصلنا عند f limit f of x minus 8 على x minus 1 تساوي 10 when x approaches 1. find limit f of x when x approaches 1. حد بحب يفتح المايك نتفاهم انا وياه على السؤال شوي شوي. وين الريز هاند؟ طيب طب عند البارتيسيبانت بس انت تلزم كاش ما شاء الله بتحكي دغري. طيب خلي ده الجواب مره انت اللي بعدي. خلص بخليها مرفوعه وبلتمش. تمام بفتح مباشره. تمام يلا دانا احكي أحكي ده أنا. أسأل عشان لا ما بأنه احكي ترى ممتاز الجواب بس أنا بدي أملأ تسلسل. ليش هل الصوت بقطع صح؟ الصوت مش مسموع صح. ده أنا عيدي أحسن مسموع هيك. هيك أحسن. بحكي مع إنه النهاية موجودة والواحد صفر للمقام فمصفر الباص فبتطلع في الأكس تساوي 8. أوكي ممتاز. بدي أسأل سؤال يا جماعة بس نقدر حلب كمان طريقة لأنه الاقتران مش معنا يعني بالضبط. بس طبعا انا بس حاطينها في الاكس. انت بتحكي لي انه الليمت موجوده، شو عرفك اذا الليمت موجوده؟ بعرفك انه بتساوي 10. ممتاز يعني لها رقم موجود. ممتاز. لما حد يسالك سؤال خلي لك بالك اللي تشكك مش انت تتشككي. تمام دانا؟ اوكي ممتاز دانا. اول شيء لما خلص رقم مليون صارت. حلو. بما ان جواب الليمت رقم اذا الليمت اكزيست. نحكي لكم دائما لما نيجي نعوض تعويض مباشر اللي حيطلع معنا تقريبا هيك انه اف الواحد ماينس 8 على تقريبا هيك الوضع راح يطلع على زيرو. مستحيل يطلع هذا الشيء الا صفر. ليه؟ بما انه طلع جواب الليمت كله اكزيست فاحنا متى كنا نحكي انه الليمت اكزيست؟ لما يطلع معي كنا صفر على صفر كنت اروح احلل ابسط اضرب بالمرافق اساوي اقيم احط عشان يطلع معي جواب. وهو معطيك انه هذا جواب معناها اذا هون بالاصل صفر على صفر. ليش؟ لانه لو رقم غير صفر على صفر الجواب يا ما لا نهايه سالب ما لا نهايه. هذا اتفقنا عليه من قبل. اذا رقم اي رقم بس غير صفر على صفر معناها يا موجب يا سالب ما لا نهايه. والجواب مش طالع معي يا موجب يا سالب ما لا نهايه طالع معي 10. بما انه 10 اذا حسب ما كنا اساسا نحن قبل شوي راح يكون عند الباص صفر والمقام جواب الباص صفر وجواب المقام صفر. ممتاز. اذا بحكي لك سنس ليمت اف اكس ماينس 8 اوفر اكس ماينس 1 لما اكس اكبر من 1 تساوي 10 بعطيك انها مش تساوي رقم معناها هي اكزيست نفس ما حكت دانا. ودانا بتحكي انه الليمت لاكس ماينس 1 وين اكس ابروشز من 1 تساوي 1. يلا دانا ليه هذا الشيء تساوي 1؟ تساوي 1 تساوي 0. اوكي دانا ليه تساوي 0؟ عادي ما هو كثير حدود يعني إذا أخذنا لحاله والواحد يعني ما نقدر نعوضها فواحد ناقص واحد صفر. ممتاز. اللي مثل إكس ماينس واحد لما إكس صفر من واحد هو نفسه إف الواحد. ليش؟ لأنه بولينوميال والدومين R متصل على دومينه والواحد تنتمي للدومين. ممتاز. أوكي بما إنه طلع معي جواب زيرو إذا جواب المقام زيرو وجواب النهائي موجود إذا أوكي إذا بناء على اللي حكيناه هون معناها المفروض اللي يصير عندك التالي then limit لا الباست المفروض تكون 0 f of x when x approaches 1 minus 8 اللي هي equal 0. ومن هون بستنتج لو انقل ال 8 على الطرف الثاني انه limit f of x when x approaches 1 equal 8 وهو مطلوب. هذا مطلوب هيك بان. شوف السؤال بعد شو بحكي. Is there a number A such that limit
هون x versus minus 2 ل 3 x تربيع plus ax plus a plus 3 over x تربيع plus x minus 2 exist. If so, find the value. بسيطة، بأخذ اليمين واليسار هان وبساوين ببعض بطلعها. أنا سؤال لسه مش مكمل قراءته، والله ما أنا مكمل قراءة والله. في الامتحان فيش وقت أقعد أقرأ. أوكي ابتهاج، أوكي خذي راحتك والله يعافيك. أوكي جينا هون، مين حب يجاوب بس؟ مهيب أوكي، لأنه لك ساعة يعني بعطيك نفس يعني شايف قد إحنا ناح. المهم يلا احكي جاوب، إيش السؤال كيف تفكر فيه؟ إنه بدي أوجد قيمة A وأخذ الليمت لل x تقترب من اليسار باثنين جهة اليمين. طيب بعدين. وبأخذ الليمت لل x لما تساوي تقترب من اليسار باثنين جهة اليسار. طيب. وبسويهم ببعض. سويهم ببعض. طيب. لا شوي. لا 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 شوي. شو طيب؟ لا انت اللي هدي، انت بتقول لي اروح اوجد الليمت. سبحان الله لكل جواد اليسرى واليمنى. شوي لكل جواد كبه يا جماعه عشان غير صعب متحمس. طيب سالب 2 اليمين ورحت حكيت لي اوجد الليمت والاكس ابروش سالب 2 اليسار وقال اروح اطلع رقم من هون اطلع من الرقم من هون. شوي 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 هسه هو مش بكل انها موجوده، هو مش بكل انها موجوده. اسالني موجوده ولا لا، السؤال بيسالك هل الليمت موجوده؟ اذا لا معناته هذا الحل لا غلط، هذا الحل غلط. اوكي عاد انبسطت انه يعني كنت بدي احكي دائما يعني متسرع فهي طلع غلط بس طلع فاهم الشيخ ما اقول ما غلط. لا ما دام هيك لا ما فهمت السؤال. اوكي تمام بتحب تحاول ولا نخلي تهدان على المرة وتكمل انت فرع الثاني لانه هو السفر عن السؤال يلا دانا منك رفع ايدك لا تشبه فكرة اللي فوق شوي بالضبط. هلا بما انه الليمت موجودة صح؟ يعني لا قصدي انه لو عوضنا السالب 2 تمام في المقام تطلع 4 ناقص 2 ناقص 2 يعني 0 تمام. فاحنا لو نفرض ان النهايه موجوده والسالب 2 صفر للمقام والبالبسط يعني الاقتران جاهز يعني عارفين شو صيغته فهو يعني لو عوضنا فيه السالب 2 كمان لازم يعطينا صفر صح؟ هيك بتذكر كنا ناخذ بالمدرسه. هي دائما عارف من هي بصلاه النبي صرتوا تحكوا السؤال من اول لاخره حبه حبه. دائما بتحكي انه لو عوضنا سالب 2 في المقام اللي هي ليمت لا اكس تربيع بلس اكس ماينس 2 هيطلع معي الجواب زيرو اللي هو 4 ماينس 2 شوي 4 ماينس 2 ماينس 2 4 ماينس 4 وتساوي زيرو. ممتاز هيطلع الجواب زيرو. بس دائما بتحكي انا لما يكون عندي بسط معين لسه ما بعرف ايش هو والمقام زيرو الليمت متى اكزيست؟ اذا كان البسط الجواب للبسط كان زيرو. اذا زيرو على زيرو حكينا قبل شوي نفس الفكره الزيرو على زيرو ببلش ابسط احلل اضرب مرافق اساوي اقيم احط بيطلع معي جواب الليمت. بينما اذا كان اي رقم غير الزيرو بيطلع جواب من النهايه وسلم من النهايه. انا هاي سلم من النهايه ولا هي بسطني يعني خلص هي استمراريه. تعال نشوف اذا بيطلع معي جواب بيطلع الجواب رقم تمام. يلا هات نشوف اذا بيطلع معنا رقم. عشان يطلع رقم ايش بدي اعمل؟ بدي اخلي صفر على صفر. اذا برضه بدي اخلي البسط صفر بدنا نمشي خطوه خطوه نشوف هاي البسط ممكن يطلع زيرو. نشوف إذا البسط تطلع معي زيرو. هسا الزيرو معناها زيرو على زيرو معناها أنا بقدر أعمل إشي معين وأخلي شو اسمه يعني موجود. هسا صح إحنا حكينا قبل شوي إنه إذا زيرو على زيرو ببلش أحلل أساوي أقيم أحط عشان يطلع بالجواب إكزيست الليمت تمام. فمتى إكزيست البسط المقام مباشرة زيرو لما عوضنا السالب 2 مباشرة زيرو إذا هاي تحققت ضل البسط. هات أساوي البسط زيرو الليمت لثلاثة أوكي ثلاثة إكس تربيع بلس أي إكس بلس أي بلس ثلاثة إيكوال زيرو تمام. بقدر أعمل إشي هيك ولا لازم أخذ هون ليمت
when x approaches minus 10. الليمت. ممتاز. لازم ناخذ ليمت. بالضبط. ناخذ ليمت. ايش اللي بعمله؟ بما انه بولينوميال واي رقم في الدنيا من هذول الاثنين وهذا ماينس 10 القصه هاي تنتمي ل r من دومين r متصل. ما سمعتيها قبل شوي. هاي القصه كلها. بعوض. بالضبط. اللي هي الليمت لهذا الحكي when x approaches minus 10 نفسها f minus 10. اذا ما نعوض. طيب تعال نعوض. 3 في سالب 8 هنا كان 12 صح؟ أول شيء هنا 12 صح؟ ماينس 2a بلس a بلس 3 يكون 0 عم بعوض بس هون محل كل x ماينس 2 بس 3 في سالب 8 صح؟ لا شوي بس أنا عندي الماينس 2 بدي أربعها صح؟ ماينس 2 تربيع 4 تربيع ولا تكعيب؟ خص خص تمام تربيع شايف ستكعيب مش عارفة تربيع تمام أوكي مهم خلاص يعني دانا نجاوب صح بلا حركات الحركة هاي طلعنا غلطة عشان قبل شوي كنا نطلع لك غلطة إنت شوي لا ولا مرة بس للتوضيح أوكي هسا 12 بلس 3 بنحسب قيمة 12 يعني 15 ناقص A بتساوي 0 يعني A بتساوي 15 ممتاز هسه A بتساوي 15 إذا كانت قيمة A 15 معناها الليمت موجودة ليش؟ لأن لو أعوض A 15 لو أعوض راح يطلع معي 0 على 0 وبدي أحاول أبسط وأقيمه وأحط عشان يطلع معي بالنهاية الليمت ممتاز كثير أول مطلوب خلصته إنه A 15 الفكرة اللي بعدها بحكي لك انه روح على قيمه الرقم اللي طلع معك اللي خلى لك الليمت اكزيست عشان تجي لي ايش قيمه الليمت بشكل عام يعني انت تحكي انها اكزيست مش انت اللي حكيت انها اكزيست طب روح وجد لي اياها حاضر احنا بنجد لك اياها هسه الفكره هون انه انا بس ضايل اعوض محل قيمه A احط بدالها 3 على 15 الليمت ل 3 3 اكس تربيع زائد 15 اكس ممتاز زائد 15 زائد 3 على اكس تربيع زائد اكس ناقص 2 ممتاز على اكس تربيع بلس اكس minus 10 with x approaches minus 10 طيب الليمت جمع اللي سيبقى بالضبط صرت 3 اكس تربيع زائد 15 اكس زائد 18 ممتاز over x minus 10 ممتاز ايش اللي بعمله هون يا جماعة اوكي بس ما انساش هون x نسيتها اوكي الفكرة هون انه حيطلع معي 0 على 0 صح؟ طيب حيطلع إذا الجواب النهاية إشي معين بس ركزوا معي خرج ثلاث عامل مشترك ممتاز منارة بتحكي بحلل وثرى أعتقد بتحكي نخرج عامل مشترك فهي الفكرة أوكي أول شيء اخرج عامل مشترك أول خطوة هاي اللي هي ليمت اخرج الثلاث عامل مشترك اللي هي إكس تربيع بلس 15 ناقص 3 5 إكس بلس 18 ناقص 3 6 على إكس تربيع بلس إكس ماينس 2 تمام؟ بدنا نعمل تحليل للبسط وتحليل المقام هذا نحلل والإكس أكبرش للماينس 2 يلا ليمت لا 3 خليلي إياها برا في هون إيش بنعمل؟ زائد 1 إكس زائد 5 لا قصدي 2 و 3 بالضبط 2 و 3 بالضبط إكس بلس 3 أوكي ترجعت على هذا الفرص تمام على هون اللي هي x plus 2 في x minus 1 تحليل المقام يلا نختصر ال x minus plus 2 مع ال x plus 2 طبعا هون x approaches minus 2 تمام تعوا بس سريع هون اوكي بيطلع معي limit ل 3 في x plus 3 over x minus 1 when x approaches minus 10 هاي كم تساوي؟ هلا بنقدر نعوض لأنه صار شمال والسالب 2 تنتمي للدومين والله العظيم أنا جاي بدي أسأل بس دانا ريحتني ممتازة مهم إذا هاي عبارة عن f minus 2 ليش؟ على البروبرتي لأنها هاي راشونال والدومين يعني النقطة تنتمي للدومين فخلاص بس نعوض اللي هي 3 في minus 10 بلس 3 سالب 3 تطلع سالب 1 لا ماينس 2 ماينس 1 وتساوي هون 1 3 ماينس 3 وتساوي ماينس 1 ممتازين ماينس 1
إذن بالنهاية بحكي له إنه A تساوي 15 وجوابي بليمت كل ياته تساوي ماينس واحد. هيك أنا أوجدت لك المفروض أنا بدك إياه. تمام؟ تمام صح؟ ما حكيش. آخر سؤال في السيشن بيحكي sketch the graph of an ارسم خط الاعداد function f that satisfies all of the given conditions. ارسم الالكترون هذا اللي بده يحقق هاي كل شو كل شروط هاي. شوفوا يا جماعه شو بقى شو معطيني ارسم خط اعداد دائما هي اول شيء برسم ديكارتي قصدي ديكارتي قصدي بقول ديكارتي بقول خط الاعداد هسه صار تمام يلا هاي خط الاعداد هاي مستوى ديكارتي اوكي مستوى ديكارتي يلا بس بالاول خلي مين يجاوب معي مين حاب يجاوب ترى بتحب تجاوبي او منار رسم بس مش قصه اوكي اف زيرو زيرو شو معناها إيش عالية؟ نقطة الأصل. نقطة الأصل. ممتاز جدا. هي نقطة الأصل. هي عينها. طيب إف اثنين ثلاث إيش معناها؟ إيش عين يعني؟ عند نقطة اثنين أعطيها ثلاث. ممتاز. نقطة اثنين. حط الصورة ثلاث. هون يعني. تقريبا ثلاث. أوكي. إذا طلع بس هيك خط على أساس إنه تقريبا. أوكي. إذا هون نقطة تقريبا راح تطلع. وامسح هذا النقطة لأن هذا أنا رسمته بس عشان أتأكد من النقطة بالضبط تمام. بعديها limit oh my goodness طب بدي أطلع أرسم تحت يا جماعة عشان مش راح يكفيني بس هون فأرسم سريع بس اللي هو هذا هيك وهي مستوى الذكاء هيك حكت لي إنه هون زيرو زيرو وهون حكت لي اثنين وهون حكت لي ثلاث تقريبا نقطة الأطفال معنا هيك. طيب limit f of x when x approaches 4 من اليسار تساوي سالب infinity إيش عمل ثراء؟ يعني أول إشي بما إنه odd يعني متماثل حول محور الصادات ال odd الأصل قصدي منيح ما هبيتها بتي منيح ما هبيتها بتي منيح اللي طاقت شوي انخفضت يعني. طيب إذا بما إنه F odd إذا F is symmetric about the origin ممتاز تمام وفي طاقة أكثر شوي. طيب هسا بما إنه limit لF of X when X approaches من 4 من اليسار طلعت سالب infinity معناها F has إيش يا جماعة هاي أخذناها من المحاضرة الماضية يعني إشي على صفر إشي على صفر أوكي أوكي صح يعني في vertical asymptote عند الأربعة صح؟ بالضبط أنا هذا مش هيك قصدك ممتاز لا صح أنا هذا بدي أوصل له إنه F عندها vertical asymptote إنه خط تقارب يعني الاقتران بيقترب ما بالمسار at x equal 4 هذا بدي أوصل له حلو. طيب إذا الفكرة هون إن limit F x for x approaches 4 من اليسار إذا أنا بدي أعين الأربعة أربعة من اليسار هي يسار الأربعة هاي المنطقة تمام؟ أنا بدي أخليها سالب إنفينيتي صح أربعة من اليسار سالب إنفينيتي معناها الإقتران بيكون نازل يعني مثلاً الإقتران طالع على فرض كان هيك وبدي يكون نازل هيك تمام؟ طيب بعديها إيش limit f of x when x approaches من 0 من اليمين 0 من اليمين فهي 0 طبيعي طبعاً تشوفوا ال f 0 من اليمين طبيعي تكون limit إلها 0 ليش؟ ما هو عشان أعرف إذا فاهمين ولا لا ها f صفر صفر بالضبط بما إنه في limit صفر صفر والاقتران أساساً بالضبط إذا limit اليمين نفس limit اليسار ولا limit بشكل عام راح تكون 0 ممتاز أوكي F is odd حكت لي نازل حول صفر ماشي اوكي هون راح نعمل بالضبط اوكي
متماثل حول محور حول الأورجن. هاي الأورجن إيش معناها؟ معناها كأني أنا الصورة هاي راح تعمل انعكاس حوالين حط مراية نفسها. الصورة هاي اللي هون كأنه بدي أرسم خط بالضبط هيك يقطع عند ال هون مع هون نفس النقطة اللهم بس هيك بتصير. يعني كأنه أنا حرسم هيك وهيك. كأنه الفكرة كيف يا جماعة؟ كأنه ضربت بسالب الطرفين الإكس والواي، يعني كأنه حتصير سالب اثنين وسالب ثلاثة. وبعديها كأنه عند الأربعة الماينس أربعة سوري اللي هي الماينس أربعة نفرضها هون بيكون عندها على اليسار بما إنه تماثل حول الأرجل على اليسار بيكون عندها خط تقارب منها ممنوع يلمسه. معناها أنا هون في عندي إشي ممنوع يلمسه تمام. بس بما إنه هذا الجواب ماينس إنفينيتي وأنا بدي أعكس حوالين الأرجل فبالأرجل اللي حيصفي عندي إنه حيصير بلس إنفينيتي. أنا حكيت لكم كأنه حنضرب بسالب المحور السينات بسالب وصلات بسالب بما إنه السينات أربعة فحتصير ماينس أربعة يعني هاي ماينس أربعة كأنه والصادات كانها ماينس انفينيتي وين سالب كانها بتصير انفينيتي كانها انفينيتي تمام؟ اوكي هيك تمام؟ بس انتبهوا انه هاي نازل وهي طالع لانه هون في خط تقارب هون خط التقارب هو ماينس اربعة اوكي هاي خط التقارب واضحة ولا مش واضحة؟ اوكي يمكن خليني امسح بس الرسمة لانها نفس اللي حتكون محطوطة عندي تمام؟ هيها اوكي واضحه ولا مش واضحه بس خليني انزل شوي عشان تشوفوها اذا واضحه ولا لا عشان نعيد او ما نعيدش. اوكي نشوف الشات واضحه اوكي والباقي واضحه ولا مش واضحه؟ بسم الله حتى اللي كانوا يحكوا على المايك اختفوا. هات نشوف واضحة اتش دي هاي جديد علي الأمانة جديد علي بس اوكي حلوة واضحة الحمد لله رب العالمين. اوكي هيك بقدر احكي لكم انه سكشن مش يخرس اليه 2.3 دن. والله مهم انا شايفتك مستمتع يعني لدرجة اخرى يعني احنا ماخذين صلاة النبي ساعتين ولسه بدكم صلاة النبي. انا بفضاش يعني منيح اني فضيت اليوم. مش نسنان اوكي ماشي اوكي الوقف التسجيل هون نشوف اذا في حد عنده اسئله